احنا بيت علقه معروفين. شنو الغش اللي صار هنا؟ بشنو؟ صراحه صراحه ما انت الله يعني اكو كم واحد يجون يجوعون البلبل ويحلف له 100 قران يقول هذا اليف، لو بغبغاء يقص منقاره اي 1000 عود وهذا اليف، يقص المنقار ماله برده زين عود هذا اليف زين ويبيعه ب 150 وهو ب 10000 ويحلف له 100 قران يقول هذا اليف. هسه مثل هذا وحشي، هذا وحشي جوعه ويجي واحد عمي هذا شنو بالقران بالعباس بالحسين هذا اليف هو وحشي، يروح للبيت وحشي. هذا الغش. شلون اعرف انا سمعت ان الحج يقول لك حتى يشربوهن؟ لا مو قصة يخدرون، لا حظ وبخت، مو يخدرون، يجوع ما يخدرون هاي سالفة. يجوع اي ما يخدرون لا ماكو. هسه هذا وحش له اليف صغار؟ لا هذا صغار لا اليف. وهذا يتربى اي طبعا اي. مين يجيبون هذني؟ عراقيات؟ هذني يجيبون اكثر شيء من الصويره، من نيران. زين. ايه من دياله؟ لا هم يجيبونه من دياله، بس مال دياله بعد هسه ما لازم. بس مال دياله؟ لا. زين شلون اعرف ان هذا مال دياله او هذا؟ مال دياله يصير حلقه احمر طوخ. حلقه؟ اي احمر. احمر طوخ. مال ايران يصير ابلق اصفر. بس ايراني؟ لا كل ايران. كله ايراني، وانت بمن تنصح؟ طبعا العراقي. والعراقي الصغار باتن شلون اسعارهم بالسوق؟ مو سوى ب 30 35. بس انت تبيع حتى ايراني ب 30؟ لا 25. الوجه كبير. نفس الشيء، كله نفس الشيء. كله نفس الشيء. اي كله نفس الشيء. وهذا من يعني يتوالف بالاخير. اي طيب هو اليف طبعا اليف. عمي زين اول مره اشوف واحد يحكي الواقع. اي لا على شنو؟ حظ وبخت. حظ وبخت، اذا ما كان حظ وبخت شكو بعد؟ شكو عايشه. قام شنو راح اخلي بجيبي اني راح اكذب؟ ما يحتاج. انا محلنا هذا جو اذا تريد تعال صور بيه. محلكم شنو؟ محلنا اشكال بي شنو تريد؟ شنو الاشكال؟ شنو الاشكال بي؟ كل شيء بانواع الحيوانات. انواع الحيوانات. راح اطلع لي الشغلات اللي اليفه واللي مخشوشه. ايوه تتوحش وتنغش. كله راح اعطيك اياهم واحده واحده. شلونك؟